الله بإذن الله. كابتن علاء، ألف مبروك. 3 نقاط مهمين وبيقربوك خطوة أخرى من درع الدوري. دي اهم حاجه النهارده، 3 نقاط ضمنتهم من بدري، يعني من اول بعد اول هدف خلاص الموضوع انتهى تماما. اللي يشوف فرقه امبي بعد الهدف الاول تعرف ان الموضوع انتهى تماما، ما فيش فريق، يعني بمعنى اصح ان ما فيش فريق. لكن 3 نقاط الحمد لله مهمين، بس يؤخذ بقى الشوط الثاني على لعيبه الاهلي ايه؟ لما تجيلك فرصه انك مكان الاثنين دول واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، ليه لا؟ هو ده بقى السؤال، ليه لا؟ صح، ليه كم الاهداف الضايعه مع فريق متهالك تماما، مستسلم استسلام مش طبيعي خالص. واللي خلاه استسلم كده الهدف المبكر اللي جه فيه، بغض النظر عن حارس المرمى اخطا، لكن خلاص هو عارف ان هدف بحاله النادي الاهلي بحالته هو، الموضوع بقى صعب يرجع للماتش، شبه مستحيل. الهدف الثاني انت نهيت المهمه بالنسبه له. صح. هو كل كان بيعمله بيقضي وقت في الملعب وعايز الوقت يعدي واخرج من الملعب. في ماتشات كده الفريق المنافس دايما عايز الوقت يعدي باي طريقه. خرجت 2-0 في الشوط الاول. الشوط الثاني لما بقى المنظر امبي اتفتح الجيم اسوأ من الشوط الاول بالمنظر ده، لا لازم يبقى في سن الطمع. هو بص يا ايمن، طول ما انت في الملعب بتتعلم. النهارده درس جامد بس خاص شويه، ان هو فريق استسلم قدامك لازم استغل الفرصه كويس جدا. انا اشدت بالنادي الاهلي مع الترجي، قلت النادي الاهلي استفاد بكل الفرص اللي جات له، مش عيب بكره قدم، و3-0 في الترجي هو ده الصح، ده المفهوم بقى، ده المفهوم اللي كان لازم يتلعب بيه الشوط الثاني بقى كمان النهارده، مش عشان دي افريقيا وكان قبل النهائي، لا ده لازم يبقى مفهوم عندك انت كلاعب كوره كفريق بالظبط، يعني الكيان كله كيانك كفريق من اول المدير الفني لحد كل اللعيبه. جات لك فرصه مع فريق خلاص استسلم تماما، لازم تستغلها بالظبط، لازم. هو ده اللي حصل، عشان كده الناس كلها اشادت بالنادي الاهلي مع الترجي. ما قالوش الترجي ضعيف، لا لا، قال لك الترجي الاهلي قوي، وفعلا دي حقيقه، الاهلي قوي لان هو استغل الضعف بتاع الترجي، دي كره قدم وحصل ظروف، قوتك وشخصيتك بتبان. بس هي المشكله ايمن ان ده انبي وده الترجي، دي بطوله ودي بطوله، ده فريق وده فريق، عشان كده انت كنت اهتمامك الاكتر بالترجي. انما الدوري العام خلاص، انت يعني انت حسمت المهمه بدري 2-0، 3 نقاط اللي انت عايزهم النهارده الحمد لله تمام، ودي اهم حاجه النهارده، 3 نقاط الحمد لله بيقدموك خطوه كمان لدرع الدوري، اللي انا شايف ان الموضوع مساله وقت. أيوة. حتى لو عبد الرحمن هنا ما هنا ومش هنا، ما شاء الله عبد الرحمن كويس، لكن هي مساله. بس انت قصدك ان ليه ما تزودش؟ يعني ليه ما تزودش الغالي؟ يعني بص النهارده اليوم مهرجان اهداف ضحيه وكل حاجه وكان بالنسبه لك ماتش خفيف مش ممل يعني ومش متعب، ليه بقى ليه مش 5 6 7؟ ليه؟ خصوصا ان انت الشوط الثاني كل هجمه بتوصل للجول بالظبط، انك الفريق امبي خلاص مسلم تماما يا ايمن. ده في كوره كان بيروح 4-2، واللي في كوره اللي راح فيها القطاع طاهر محمد طاهر سنة بطء، وبعدين بدا يفكر كتير اكتر من كوره مع محمد مجدي واخد محمد عبد القادر، القادر بيعدي فبتخبط فبترجع له بتساعدك الكوره، بس انت مصمم على هدف واحد انت عايز تجيب جول. صح. على فكره لما تطلع 3 4 5 هيقولوا النادي الاهلي كسب 5. توزيعة الاهداف دي مع اللعيبه مش ده اللي هيعبني، لكن في الاخر النتيجه اللي هتتقال، تقول النهارده كسب 5. مين بقى جاب؟ كابتن شريف وايمن واسامه جاب جول، وبلال شعب جايب بس جولين. بس الاهلي كسب. بس الاهلي كسب كام؟ صح. 5 هو ده او 6 زي ما انت عايز براحتك، قول انت عايز تعمله. خصوصا النهارده كل حاجه متاحه تماما انك تعمل سكور ده. لكن يعني بنتعلم. يعني ارجو النهارده ان كولر ما يعني ايه يعني يبقى درس اللعيبه النهارده، اما تجي لك الفرصه لازم تستغلها تماما حتى لو هتلعب دقيقه. يعني انا متاكد ان لو حد غير طاهر ونزل دقيقه وجالهم انفراد بالشكل ده، دي بالنسبه لي كره المباراه، هجيب جول لنفسي انا. بص، هو انا واثق 100% ان مستر كولر هيتكلم عن مهرجان الاهداف الضايعه في الشوط الثاني، لان دي ظاهره بالظبط. انا ما اعرفش هو بيفكر في بس دي ايمن، بس انا بقول لك اكيد هي ظاهره واضحه.